تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشرح شيت 7، وهنشرح introduction عن الترانزستور الأول. في الانترودكشن دي المفروض هنعرف ايه هو الترانزستور وايه هي المين فانكشنز بتاعته وانواع الترانزستور، وبعد كده هنعرف الترانزستور كونكشنز والترانزستور كونفيجريشنز. في بعض الأحيان الترانزستور كونكشنز دي بنسميها الأوبريشن مودز. إيه هو الترانزستور؟ الترانزستور ده سيمي كوندكتور ديفايس، زيه زي الديود بالظبط. الديود كان سيمي كوندكتور ديفايس له شكل معين وله كاركترستيك معينة، وبيلد أو ديزايند عشان خاطر يعمل فانكشن معين، اللي هو يا إما يشتغل فورورد يا إما يشتغل ريفيرس، يا إما بيعدي الكرنت أو ما بيعديهوش، بيكنترول الكرنت والفولتج الموجوده في الدايره. طب الترانزستور بيشتغل تو مين فانكشنز، بيشتغل كامبليفاير او بيشتغل كسويتش. تمام، يبقى الترانزستور از ا سيمي كوندكتور ديفايس ذات از يوزد از ذات از يوزد فور بينج امبليفاير او سويتش. طبعا امبليفاير يعني معناه بينكريز الانبوت كرنت، والسويتش معناه ان هو بيسمح بمرور الكرنت او بيبريفنت الكرنت. فالترانزستور بيشتغل حاجتين مهمين، يا اما يشتغل كامبليفاير يا اما يشتغل كسويتش. امبليفاير يعني بيامبليفاي الانبوت كرنت، بيامبليفاي يعني بينكريز او بيعلي او بيزود الانبوت كرنت. سويتش طبعا اللي هو بيبقى اون او اوف، يعني بيسمح بمرور الكرنت او بيمنع مرور الكرنت، فبيشتغل كسويتش. في بعض الأحيان الترانزستور بنسميه بي جي تي، يعني بنقول عليه يا إما ترانزستور يا إما بي جي تي اللي هو باي بولر جنكشن ترانزستور. تمام، الترانزستور ده ديفايس مهم جدا. أول ما تم اختراعه المخترعين اللي اخترعوه هم كانوا ثلاثة علماء، خدوا جائزة نوبل سنة 1947. طبعا طالما خدوا جائزة نوبل ده معناه ان الترانزستور مهم. أهمية الترانزستور جاية من ايه؟ جاية من ان هو بيقدر يعمل امبليفيكيشن للسيجنال، بيقدر يعمل امبليفيكيشن للانبوت كرنت، وبيقدر ايه يعليه. طبعا ده بيساعدنا في حاجات كتير زي التليفون، وال لما مثلا حد ما بنيجي نعمل اتصال والسيجنال بتحصل لها امبليفيكيشن، بتحصل لها ان هي القوه بتاعتها بتقل مع الوقت، بنستخدم الترانزستور في الامبليفيكيشن عشان نعلي قوه السيجنال. ده معنى الامبليفيكيشن وازاي الترانزستور بيستخدم كامبليفاير. طيب الترانزستور بيتكون من اثنين بي ان جنكشن. طبعا احنا عارفين يعني ايه بي ان جنكشن. بي ان جنكشن يعني تو سيمي كوندكتور ماتيريال، سيمي كوندكتور بيور جيت عملت لها دوبنج فبقت بي، وسيمي كوندكتور ماتيريال الثانيه عملت لها دوبنج فبقت ان، الاثنين حطيتهم جنب بعض فبقى عندي بي ان جنكشن. من الماتيريال دي اللي هي بي ان جنكشن هجيب منها اثنين، يبقى الترانزستور كونسيست اوف تو بي ان جنكشن، وان از ان بي اند ذا اذر از بي ان. تمام، فالترانزستور بيتكون من اثنين بي ان جنكشن. بحط الاثنين بقى جنب بعض ازاي؟ يا اما بحط ال ان بي جنبها البي ان، او البي ان جنبها ال ان بي. يعني الترانزستور هاز تو مين تايبس، هو بيكون اثنين بي ان جنكشن، بس بينتج عن الشكل ده ان انا عندي نوعين اساسيين للترانزستور، يا اما بقول ان بي ان او بي ان بي. الجنكشن الاوليه اسمها ان بي، والجنكشن الثانيه اسمها بي ان، او ان انا بحط الجنكشن بالترتيب ده ان انا يبقى عندي بي ان وبعد كده ان بي، فبينتج لي ان بي ان او بي ان بي. طبعا بما ان الان بي دي عباره عن دايود، ده معناه ان الدايود ان الترانزستور بيتكون من اثنين دايود. انا دلوقتي بقول الترانزستور بيتكون من اثنين بي ان جنكشن، يعني بيتكون من اثنين دايود. فممكن ارسم البي ان بي بالمنظر ده والان بي ان بالمنظر ده. هو انا لما بقول بي ان ده بي ان ده دايود، وطبعا لو جيت ارسم دايود بي ان
هيبقى ده الموجب وده السالب. جبت دايود وصلته بدايود تاني بي ان، هيبقى ده السالب وده الموجب، تمام؟ فده شكل البي ان بي ك ك كشك يعني ك ممكن اعبر عن الترانزستور بالمنظر ده، ممكن اعبر عنه بالمنظر ده، ان انا اقول هو عباره عن تو دايودز متوصلين كانهم باصين لبعض، تمام؟ لكن ال ان بي ان النوع الثاني من الترانزستور ان بي ان ممكن اعبر عنه على ان هو اكسبليسيتلي عباره عن دايود ودايود. ال ان بي ده عباره عن دايود بحيث ان ده السالب وده الموجب، ال ان هي السالب والبي هي الموجب، يبقى عندي سالب وموجب دايود متوصل بالمنظر ده، وبعد كده بي ان، فالبي ان ده الموجب وده السالب، تمام؟ يبقى الترانزستور از سيمي كوندكتور ديفايس بيستخدم كامبليفاير او سويتش. الترانزستور له اسم تاني ان هو بي جي تي، بي جي تي. والترانزستور له نوعين مهمين اللي هو ان بي ان او بي ان بي، تمام؟ طيب في بعض الاحيان او ممكن تلاقي في بعض الكتب هتلاقي الترانزستور ممكن ممكن نعبر عنه بشكل تاني. طبعا عندي الشكل الاولاني اللي هو البي ان بي، او ان انا اعبر عنه بان هو تو دايودز متوصلين مع بعض، او ان انا اعبر عنه بالمنظر ده. فعندي دلوقتي توصيل تاني او شكل تاني للترانزستور. الترانزستور فيه الشكل ده، خلي مثلا ان بي ان، اعبر عن الترانزستور بان هو ان بي ان، دي طريقه. او ان انا اعبر عنه بان هو عباره عن تو دايودز متوصلين مع بعض، او ان انا اقول ان الترانزستور ممكن اعبر عنه بالمنظر ده، بحيث طبعا السيمبل ده معناه ان ده ان بي ان، تمام؟ ده ان بي ان ترانزستور، بحيث ان الان بقول عليها ان هي كوليكتور، والبي بريفير عليها ان هي بيس، والان الثانيه بقول عليها هي بقول عليها اميتر، تمام؟ يبقى for ان بي ان كونكشن ال ان از كولد اميتر، والبي از كولد بيس، وال ان از كولد كوليكتور. عند ان بي ان ال ان دي كوليكتور، وال ان دي اميتر، واللي في النص اسمها البيس. طبعا نفس السيمبل ده ممكن تعمل للبي ان بي. طبعا انا قلت ده ال ان بي ان، انا عندي الكوليكتور بيس اميتر، وطبعا كان السهم نازل كده. البي ان بي نفس السيمبل بالظبط، بس الايه الاميتر السهم طالع لفوق، تمام؟ في كل الاحوال لو انا ان بي ان او بي ان بي، هنلاحظ ان الاي سي زائد الاي بي بيساوي الاي اي، ده زائد ده بيساوي ده، كان دول بعد ما اتجمعوا راحوا لايه للاي اي. وهنا لو كان الاي اي هو الاصلي المصدر يعني، فالاي اي بتساوي الاي بي زائد الاي سي. في كل الاحوال الاي اي بتساوي الاي بي زائد الاي سي، تمام؟ طيب لو انا جبت ترانزستور ووصلته في الدايره، انا لما كان عندي قبل كده ان البي ان جانكشن، لما كنت بوصلها في الدايره كان عندي احتمالين، يا اما فورورد يا اما ريفرس. طب لو انا دلوقتي عندي اثنين بي ان جانكشن، مش بي ان جانكشن واحده، عندي اثنين بي ان جانكشن ووصلتهم في الدايره، عندي كام احتمال؟ عندي اربعه، تمام؟ يا اما الجانكشن الاولانيه تتوصل بالبوستيف، الان تتوصل بالبوستيف، وطبعا البي يتوصل بالنيجاتيف، والجانكشن او الجانكشن الثانيه تتوصل بحيث ان السالب متوصل بالموجب، وهنا طبعا الموجب متوصل بالسالب. ده توصيل. والتوصيل الثاني ان انا ممكن بدل ما الان تتوصل بالموجب والان تتوصل بالموجب، ممكن اوصل الان دي بالسالب بتاع البطاريه والان دي بالسالب بتاع البطاريه، فيبقى عندي توصيل ثاني. او طبعا عكس، انا كده توصلت السالب بالموجب والسالب بالموجب، ده توصيل، والسالب بالسالب والسالب بالسالب، ده توصيل. فاضل حاجتين اللي هو انا ممكن اوصل السالب بالسالب والسالب بالموجب، او اوصل السالب بالموجب والسالب بالسالب، تمام؟
طبعا كل توصيل من التوصيلات دي ليها اسم عشان خاطر نميزها. فلو انا وصلت الموجب بالموجب، السالب بالموجب والموجب بالسالب، ده اسمه cut off mode. الكات اوف مود ده بيكون فيه الجنكشن الاولانيه متوصله ريفرس. لو انا وصلت السالب بالموجب يبقى الجنكشن دي متوصله ايه؟ ريفرس، السالب بالموجب. طب لو وصلت هنا السالب متوصل بالموجب، الجنكشن الثاني برضه هتوصل ريفرس. فلما يكون الاثنين جنكشن متوصلين ريفرس مع بعض، بسمي الترانزستور متوصل في الدايره كات اوف مود. تمام، كات اوف مود ده يعني ما بيوصلش كارنت. طيب لو انا مسكت الترانزستور وخليت الجنكشن الاولانيه متوصله بالسالب، الان متوصله بالسالب، والجنكشن الان متوصله بالسالب، ده معناه ان ده فورورد، والان دي متوصله بالسالب، ده معناه ان دي فورورد برضه. تمام، فلو الجنكشن دي متوصله فورورد والجنكشن دي كمان متوصله فورورد، ده معناه ان التوصيله دي بنسميها ساتوريشن مود. تمام، دي التوصيل الثاني للترانزستور. طيب لو سمي لو الجنكشن دي الاولانيه متوصله الان متوصله بالسالب، هيبقى ده فورورد، فالجنكشن الاولانيه فورورد، والجنكشن الثانيه اللي هي الان دي متوصله بالموجب، فالجنكشن دي ريفرس. فلما يكون الجنكشن الاولانيه فورورد والجنكشن الثانيه ريفرس، بسمي التوصيل ده اكتيف مود. تمام، طيب الاحتمال الرابع بقى ان انا لما اوصل السالب بالموجب، فالجنكشن الاولانيه كده متوصله بايه؟ متوصله ريفرس، وهنا السالب متوصل بالسالب، فالجنكشن الثانيه متوصله فورورد. فلما بيبقى عندي ريفرس وفورورد يبقى التوصيل ده بسميه انفرس مود. يبقى لما بوصل الترانزستور في الدايره بيبقى عندي اربع احتمالات، يا اما اوصل الموجب بالموجب، يعني اوصل ان الاثنين يتوصلوا ده ريفرس وده ريفرس، او اللي ده فورورد وده فورورد، او ده فورورد وده ريفرس، او ده ريفرس وده فورورد. تمام، فدي اللي هي الترانزستور كونكشنز. sometimes these connections are called operation modes، يعني احيانا بقول ان انا بقول ان التوصيله دي cut off mode. فلو ممكن يسألني ايه هي الاوبريشن مود او ايه هي الترانزستور مودز، قصده يعني الترانزستور كونكشنز، يعني الترانزستور ممكن يبقى متوصل بكام احتمال. فانا عندي اربع احتمالات. في العادي الانفرس مود دي ما بنستعملهاش، دايما بيكون تركيزنا في الشرح بالتفاصيل او بالمسائل في عن الكات اوف والساتوريشن والاكتيف مود. تمام، والانفرس دي مش بنستعملها قوي في المسائل. طيب ده التيبل ده بيشرح اكتر. لو انا الجنكشن الاولانيه كانت ريفرس والجنكشن الثانيه كانت ريفرس، ده معناه ان الترانزستور يعتبر كات اوف مود، والترانزستور في الحاله دي بيشتغل كسويتش اوف. تمام، يعني الكات اوف مود ده معناه ان الترانزستور متوصل دلوقتي بحيث يشتغل سويتش وسويتش اوف. طب لو عملت الجنكشن تو جنكشنز بحيث ان هو يبقى في الساتوريشن مود، الترانزستور في الحاله دي هيشتغل كسويتش بس سويتش اون. تمام، وطبعا لو انا وصلته بحيث ان انا اكون في الاكتيف مود، هيبقى الترانزستور بيشتغل كامبليفاير. تمام، فالكرنت اللي داخل هيبقى هيكبر، وهيبقى الكرنت اللي خارج اكبر. تمام، طبعا ده التوصيل الاخير. بيكون في الاميتر والكوليكتور بيبدلوا الوظائف بتاعتهم. وفي العادي ما بنركزش قوي في الحاله الرابعه دي، لان هو مش توصيل مش مهم. تمام، وبالتالي طبعا ما بنجيبش عليه مسائل. الترانزستور كونفيجريشنز، طبعا انا قلت الترانزستور له ثلاثة تيرمينالز ان بي ان. طبعا لو انا بتكلم في الان بي ان اللي انا بقوله، يعني لو انا قلت حاجه فكاني بعكسها في البي ان بي، بس لو فرضنا ان انا الترانزستور اللي انا بتكلم عليه ان بي ان،
لما باجي اوصل الترانزستور ده بحيث ان اوصل يعني يبقى عندي بطاريتين، ممكن الحاجة يعني مين فيهم الان ولا البي ولا الان اللي هتتوصل بين البطاريتين؟ لو كان الحاجة الكومن ما بينهم كان البيز، بسمي الكونفيجريشن ده كومن بيز. تمام؟ طيب لو انا عندي بطاريتين وخليت الحاجة الواصلة ما بين البطاريتين او الكومة ما بين البطاريتين هي الكوليكتور، بسمي الكونفيجريشن ده كومن كوليكتور. تمام؟ وطبعا لو خليت الاميتر هو الكومة ما بين التو فولت سورس، بيبقى الكونفيجريشن ده اسمه كومن اميتر. تمام؟ طبعا لو انا مسكت ال NPN ووصلت بالبطاريه، انا لما وصلت بالطريقه دي جالي اربع احتمالات، اربع كونكشنز، صح؟ اربع اوبريشن مود. طبعا لو مسكت ال NPN ووصلتها بحيث ان يبقى عندي كومن كوليكتور، برضو عندي اربع توصيلات محتمله، ان انا ابدل السالب، ان انا البطاريه تبقى هنا موجب وهنا سالب، وهنا موجب وسالب، او عكس، او ان انا اعكسها تبقى سالب وموجب، وهنا ايه تبقى اعمل الاربع احتمالات. فالترانزستور كونفيجريشنز، الترانزستور له ثلاثه كونفيجريشنز: كومن بيس، كومن كوليكتور، كومن ايميتر. طبعا كل واحده فيهم ليها، لو الترانزستور متوصل في الدايره بحيث ان بحيث ان هو لو كان كومن بيس دول بيشتغل بيعمل حاجه معينه، بيشتغل كفانكشن معينه، لكن لو اشتغل كوم كوليكتور بيشتغل بيعمل فانكشن تاني. تمام؟ فالثلاث توصيلات دول يعني ثلاث توصيلات مختلفة لوجود الترانزستور في الدايرة. طبعا خلينا نتفق ان each configuration has four possible connections. لو انت كومن بيس فانت ممكن تبقى cut off او saturation او active او inverse، ولو انت كومن كوليكتور ممكن تبقى cut off saturation او active او inverse وهكذا. طيب بالنسبة لل، في طبعا شوية رولز المفروض ان هي اتقالت في المحاضرة وهتفيدنا في الشيت لما نيجي نحل. ايه هي البيزك رولز اللي موجودة لها علاقة بالترانزستور؟ ان زي ما اتفقنا، لو انت ان بي ان او بي ان بي، الاي اميتر بيساوي الاي سي زائد الاي بي. الاي عند الاميتر بيساوي مجموع الاي الكوليكتور والاي بيس. ودايما الفي بي اي تقريبا بتساوي، طبعا انا كل الكويشنز دي في الاكتيف مود. لو انا باسيوم ان الترانزستور متوصل في الدايره عندي في الاكتيف مود، فعندي الاي اي بيساوي الاي سي زائد الاي بي، والاي سي تقريبا بتساوي الاي اي. طبعا لو انا مأسومين ان الالفا برقم صغير، برقم اصغر من الواحد، بس يعني 99%، مش 0.1 يعني، اصغر من الواحد بس قريب من الواحد. طيب وفي بارامتر تاني اسمه الفا، الفا بتساوي الاي سي على الاي اي. والالفا برضو بتساوي بيتا على بيتا بلس 1، والبيتا بتساوي الاي سي على الاي بي، والبيتا بتساوي الفا على 1 ماينس الفا، والاي سي بيساوي بيتا اي بي، والاي بيساوي بيتا بلس 1 اي بي. تمام؟ دي كانت سيت اوف رولز مهمه المفروض ان تو بي ليستد ونبقى احنا عارفينها. مش المفروض ان احنا نعتمد على ان احنا نرجع للشرح تاني، بس نبقى عارفين الرولز الاساسيه في الترانزستور. فتاني ايه هو الترانزستور؟ الترانزستور ده سيمي كوندكتور ديفايس بيستخدم كامبليفاير وسويتش. هي المين فانكشنز ان هو يشتغل كسويتش وايه وامبليفاير. الانواع الترانزستور ان بي ان او بي ان بي. الترانزستور كونكشنز عندي اربعه كونكشنز اللي هي الكات اوف والساتوريشن والاكتيف والانفرس. الترانزستور كونفيجريشنز كومن بيس، كومن اميتر، كومن كوليكتور. تمام؟ دي كانت some basic terminologies المفروض ان هي تتعرف عن الترانزستور قبل ما نبدأ في حل الشيت 7.